الأول خليني أرحب بالشير بيرسونز اللي معانا عن بعد. معانا دكتور رضا عامر، دكتور صلاح الجمال، دكتور خالد حميدة، دكتور وليد النبوي، دكتور إيهاب عبد الخالق، ودكتور أحمد الراعي. بنرحب بيهم معانا، وهنبتدي طبعا برحب بأساتذتنا اللي معانا كسبيكرز، هقدمهم في وقتهم حالا. أنا بس هقول مقدمة بسيطة جدا، يعني إيه فوكال ليجن، دقايق بالظبط وهسيب السادة السبيكرز يتكلموا. ممكن تفتح البرزنتيشن؟ دول السادة الشير بيرسونز اللي معانا. نبتدي أول سلايد. ما بيقلبش ليه؟ ابروش تهباتيك فيك فوكال ليجن، الكاركترايزيشن والمانجمنت اوف فوكال ليفر ليجن ايدنتيفايد اون ايميجنج كومنلي انكاونترد بروبلم ان كلينيكال براكتس. اوفن الايميجنج فايندنج بتبقى دايجنوستيك، بنضيف عليها كمان الكلينيكال سيتويشنز والبايوكيميكال ماركرز بتاعت العيان. بايوبسي دلوقتي ما بقيناش محتاجينها في الهيباتيك فوكال ليجنز غير في حالات نادره جدا. كمان ان احنا نرجع للاولد ايمجز اللي بتبقى عند العيان ممكن تساعدنا كتير، عشان لو في ستابيليتي في السايز بتاع الليجن ممكن ما يخليناش محتاجين نعمل فيرزر انفستيجيشن. لكن طبعا في الحالات الايكوي فوكال او الكومبلكس كيسز، الديسيجن بقى تو بروسيد لبايوبسي ولا لا، وهنعمل ايه بعد كده، ده بيحتاج مالتي ديسيبلينري ابروش. وطبعا ده بيبقى مشكله في الاماكن اللي ما فيهاش ديديكيتد هيباتو بيلياري سيرفيس. السكرين مش واضحه دكتوره منى. نعم، السكرين مش طالعه. السكرين لا بالظبط مش طالعه عندنا السكرين. حاضر، يا واحده انا افتكرت عندي انا بس. كلنا مش طالع عشان نلحق نرحب بك يا دكتوره منى، دكتور مصطفى الشاذلي والزملاء، دكتور خالد، دكتور خالد، دكتور احمد، ربنا يبارك احمد فيك. الراعي الله. منى شكلها متعب انا دكتور مصطفى. انا محتاس على الصبح اصلي يا بيه. والله يبين عليك. ربنا يكون في عونك، مجهود ضخم الحقيقه يعني، وجلسات كتيره، ف كتيره جدا الحقيقه. احنا شاكرين جدا لوجودكم معانا لحد الوقت المتأخر دوت. بس احنا في البيت مفيش مشكلة. احنا نشكر الناس اللي راحت الفندق. كانت عند حضراتكم ال لا تمام كده كده تمام ايوه كده ظهرت. بس تمام، اعملي بقى فول سكرين. تقسيمة الفوكال ليجنز في طريقتين، ينقسمها على حسب هي سيستيك ولا سوليد ابون الترا ساوند اكزامينيشن، ينقسمها هي مالجنانت ولا بناين ليجن. انا بحب التقسيمه اللي لان انا بشتغل الترا ساوند، فبحب تقسيمه البيزد على الالترا ساوند فايندنج هي سيستيك ولا سوليد. الصورتين واضحين، اللي على الشمال سيستيك واللي على اليمين سوليد. السوليد بنرجع نقسمها تاني برضو سونوجرافيكالي على حسب
لو الكونتنت بتاعتها very clear وبفهاش غير maximum two small thin septa والwall بتاعتها very smooth ووراها posterior enhancement دي simple cyst. والإكزامبل ليها ممكن تبقى سيمبل سيست العادية خالص، ممكن تبقى جزء من البوليسيستيك ليفر ديزيز وساعتها هندور كمان في البنكرياس وهندور على الكيدنز، أو دايليتد بيلياري انترا هيباتيك بيلياري راديكلز اللي هي ابنورماليتي في كونجينيتال كارولس ديزيز برضو هتبانك سيستيك ليجن. اي ديفيشن من ده فدي كومبلكس سيستيك ليجن، سواء فيها نوديولز سواء فيها اكسبتيشنز كتيره سواء فيها سيكند وول كل او الكونتنس بتاعتها نون كلير، فدي بتخرجنا من سيمبل نبتدي نحط ديفرنشال دايجنوزس. ممكن تبقى بارازيتك زي الهايداتد انفلاماتوري ابسيسي سواء كان بايوجينيك او اميبيك نيوبلاستيك سواء كانت برايمري او سكندري او تروماتيك سيست. هنبروسيد فرزر في السيستيك ليجن ازاي كانفستيجيشن؟ لو هي سيمبل سيستيك وصغيره مش محتاجين في الغالب نبروسيد فرزر، هنكتفي بالفايندنج اللي احنا لقيناه. لكن لو لقيناها كومبلكس سيست يبقى لازم يتعمل فرزر ايميجنج سواء كانت سي تي او ام ار اي. وأكوردنالي الحقيقة المانجمنت كمان بيعتمد على إذا كنا سيمبل سيست أسيمتوماتيك مش هنعملها حاجة، هتبقى جاست أوبزرفيشن. لكن لو هي عاملة سيمتومز، عاملة بريشر، عاملة بين في الرايت هايبوكوندريوم، ساعتها في اختيارات ما بين أن يتعمل لها فينستريشن أو دي روفينج سكليروثيرابي أو ريسكشن. الكومبلكس ليجن على حسب هو إيه، الهايداتد على حسب حجمها أقل من 5 سنتي فإحنا ميديكال تريتمنت من 5 ل 10 البير تكنيك اللي هو بيركوتينيوس اسبريشن انجكشن اند ري اسبريشن، اكتر من 10 سم هيبقى سيرجيكال. الميوسينس سيست لازم تتشال وتتشال تتحلل، يا بناين يبقى خلاص اتعمل اللازم، يا اما مالجنانت هتبقى محتاجه فيرزر مانجمنت. الباقيين على حسب هم ايه، يعني ابسس هيبقى انتي بايوتكس زائد درينج زي اي حته في الدنيا، لكن او اميبك هيبقى ميديكال تريتمنت الا في حدود ضيقه جدا بنحتاج كمان درينج. طب السوليد فوكال ليجنز البناين اشهرهم طبعا الهيمانجيوما، وعندنا في توك على الهيمانجيوما. فوكال نودولار هايبربليزيا دي تيجي بعديها ليها الادينوما والفوكال فاتي تشينجز سواء كانت بالانفلتريشن او بالسبيرنج. مالجنانت ليجنز في الليفر اتش سي سي وفايبرولاميلر اتش سي سي وكولانجو كارسينوما والسكندريز والليمفوما، دول المالجنانت ليجنز. الالجوريزم هنمشي ازاي وهنبروسيد ازاي في سوليد ليجن لقيناه في الليفر بالالترا ساوند؟ على حسب هل الليفر سيروتيك ولا مش سيروتيك. الليفر سيروتيك يبقى لازم يتعمل دايناميك ستادي سواء دايناميك ام ار اي او ترايفيزيك سي تي، تمام. واكوردنج لو طلع دايجنوستيك كرايتيريا مش محتاجين ناخد بايوبسي وهنعالج العيان على انه اتش سي سي، والدايجنوستيك كرايتيريا هتقول لنا دكتوره ايمان بعد شويه. لو اند تورمن هنا يا اما لو كانت صغيره اقل من سنتي هتستنى عليها فولو اب، لو اكتر من سنتي ونص تقدر تدخل وتاخد منها بايوبسي وتشخصها. لو كان العيان نون ان عنده اصلا برايمري في حته معينه يبقى اول بوسيبيليتي انها هتبقى ميتاستاسيس، يبقى لازم سي تي. والسي تي يا اما دايجنوستيك شخص انها ميتاستاسيس هنبروسيد وتبقى يا اما شيل بقى يا اما كيموثيرابي ايا كان. لو اندترمد بايوبسي، لو اندترمد لازم بايوبسي في الميتاستاسيس. لو كان العيان بقى نورمال ليفر وما عندوش اي كوموربيديتي يبقى الاول هنشوف الالترا ساوند. لو طلع حاجه من الحاجات اللي قلناها من شويه انها سيمبل سيست، طلع تيبيكال هيمانجيوما مش محتاجين نعمل حاجه تانية. لكن لو كان في حاجات تسجست ان دي كومبليكيتد سيست فور اكزامبل او انها حاجه مالجنانس يبقى هنبروسيد لواحده من الاثنين التانيين، والديسيجن بقى تو بايوبسي ولا نوت بايوبسي. الحاجه نو سنجل الجوريزم نمشي عليها انه ديسايد امتى نعمل بايوبسي ولا ما نعملش، زي ما شفنا في الحاجات اللي فاتت دي كلها لما يكون الايمجنج والتكنيكس الجديده كلها دلوقتي بتخليلي معظم الليجنز دي بتتشخص من غير ما احتاج ان انا احط ابره في العيان، فبالتالي احتياجنا للبايوبسي بقى قليل جدا. احتياجنا للبايوبسي لو الديسيجن بتاع الهيستوباثولوجي هيغير الديسيجن فور ذا مانجمنت، ساعتها هتبقى اولويه ان احنا نعمل بايوبسي.
هنفرق بقى ازاي الفوكال ليجنز دي من بعضيها والام ار اي؟ دكتوره ايمان زكي هتقول لنا الام ار اي ديفرينشيتنج هيباتيك فوكال ليجن، بعديها دكتور وسام مصطفى الاثنين اساتذه راديولوجي في المعهد الكبد وليهم طبعا خبره طويله يعني كلنا هنستفيد منها، دكتور محمد فوزي الهيد اوف ذا انترفنشنال راديولوجي في معهد الكبد هيكلمنا عن الهايفو في البرايمري وفي السكندري ليفر تيومرز، الراديو فريكوانسي والسنجل شوت تكنيك في المانجمنت اوف اتش اس سي اور بروفيسور نعمان الجارم، والرول اوف سيرجري في الهيباتيك فوكال ليجن هيكلمنا عليه اور بروفيسور دكتور مصطفى الشاذلي. دكتورة إيمان تفضلي.